أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. إذا أحداث 11 ديسمبر 1960 وين خرج الشعب الجزائري يندد بالاستعمار يطالب بالاستقلال. كاين يوم 10 ديسمبر في هذه الفترة يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم سنتعرف على شخصية أبو سهل قوي. هو أبو سهل بن وشم القوي من العلماء الذين اشتغلوا في الرياضيات والفلك ومراكز الأثقال في عهد الدولة البويهية. لذا عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري. وانتم يا أحبائي لحبيتوا عمو يزيد قرار رسائل تاعكم، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد.com والضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.